اليوم الدراسي كينعقد في إطار اليوم العالمي للإعاقة، وكذلك فرصة لتحسيس بالدور اللي كتلعبو ترجمة لغة الإشارة في الحياة ديال الأشخاص الصم. لما ننسوش أن المغرب فيه تقريبا 300,000 أصم، وبالتالي من حقهم أنهم يكون عندهم مترجمين ذو مهارة ومترجمين كذلك متمكنين من لغة الإشارة، لأن كيبقوا مواطنين وكيبقوا أنهم عندهم الحق أنهم توصلهم المعلومة بالشكل اللي هو خاصها توصل، ماشي لأن الترجمة كتبقى ترجمة أي كانت في اللغات كاملة، فهي خاصة يعني أي واحد عنده الحق أنه يتوصل بالمعلومة بالشكل الإيجابي كمواطن. اليوم واحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ينظم قسم الماستر بالتربية الدامجة بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط بالتنسيق وتعاون مع الجمعية المغربية لمترجمي لغة الإشارة، اليوم الدراسي حول الترجمة الإشارية بالمغرب الواقع والأفق. الهدف الأولي هو أولا التعريف بالترجمة بلغة الإشارة في المغرب وأفق النهوض بها وتطويرها وتأهيل المشتغلين بها. الهدف من هذا النشاط اليوم الذي يتنظم في كلية علوم التربية هو أول مرة يقام نشاط حول موضوع الترجمة بلغة الإشارة. لماذا هذا الموضوع؟ الهدف هو الاطلاع على وضعية الترجمة بلغة الإشارة في المغرب، يعني وتعريف الجمهور يعني السامع بترجمة لغة الإشارة ومهنة لغة الإشارة بهدف النهوض بها من أجل تيسير وصول الأشخاص الصم إلى المعلومة.